طبعا وصلت للمخيم محيوس 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 محيوس، شفت هذا كله بينشال. طبعا هذاك لا، انا مستودع، مخليه مستودع للفحم، للاغراض، لكل شيء، لكن هذه كامل بينشال. بعود احط بحث جديد ونظيف، برفع العقم، بركب ستار كامل عن الشارع، عبي مويه الخيمه، شفتوا كيف طايحه ونازله، بخليهم يفكونها ويركبونها جديده، يشدونها من جديد، هذا بخليهم يفكونه ويشدونه من جديد. وبعدها ان شاء الله بحط بيت شعر ثاني هنا، بوريكم المكان. دقيقه بس يا جماعه، زياده عن البيت هذا بحط البيت الشعر الثاني هنا، يكون شفاف، واجهته الشفافه كامله. فان شاء الله يومين ثلاثه الى اربع ايام والمخيم باذن الله جاهز. الله يسهل لنا ولكم كل مسوى امره. ما شاء الله الجو على كيفكم. فدعواتكم، بدا الشتاء وانا ما بعد جهزت، لكن ان شاء الله يومين ثلاثه اربع ايام وجاهزين. يا جماعه الخير، فاكين بث جاكو، حياكم. بسم الله، خليني اقلب لكم الكام. حياكم. قاعدين نرتب المخيم، وجاء بعض الناس وجه الشينه، بس يشر في الحياه، بس هم جالسين. يا مرحبا يا ابو سلمان، الله يحييك ويطول عمرك، ابرك الساعات يوم شفناك، الله يشوفك، الله يطول عمرك. اسلم، الله يطول عمرك، يعطيك العافيه. احنا قاعدين نرتب المحل الحين، وان شاء الله تشوفون شيء يعجبكم باذن الله. طبعا فكينا الان كل المخاد، قاعدين نفك فيها، وهذه تتنظف كلها، والمخاد تتغسل، القماش اللي فوق يغسل كامل، وغير الفرش، والبيت كله بينفك من هنا ويعود يشد ويتساوى من فوق. بغير اللمبات، فان شاء الله نضبط كل شيء. اليوم انجزنا تقريبا 50%، باقي 50%، عسى الله ييسر. ايوه، سنع متى بسيط. لا اقول لابو قلبك بشوره، بس عن بيض الله وجهك. وجهك يا حبيبي. يا جماعه اقسم بالله انها جميله. وسلطان بعد موجود. يا مرحبا ومسهلا. مساء الخير يا ديبان، كيف الحال؟ طيب يا ولد، الشايب وش وضعه؟ نتفاهم معه، كل يوم بيفتتح بكره، كل يوم يا عبيد بكره. دعوات الافتتاح يقول ايش؟ الخميس؟ ابو نايف. لا دعوات حضور، يقول دعوات. سلام. ايش الحركه ذي؟ لا لا ما غطيت. ايش؟ غطينا الحوض بس. شيك. فشلت، نمشي الساعة 2، نمشي والله ما جلسنا، الرجال قال ترى ساعة بنمشي، آخر شيء مجلسها الساعة 2. والله العظيم انها رجي تهاوبون، فهموها والله كأنها دقيقة. بعدين ما زال عندك فهد اللي قلنا نبيه ولد، هذا حقنا، هذا ولدنا هذا. ترى كل ما شفتك تمر ما يوجعني قلبي. لا والله ادعس وجه ورا التصوير. يا ابن حلال، مشكلتك لسانك. مشكلتك لسانك. مشكلتك مع مين؟ مشكلتك انت. حلو، كلنا عارفين احنا اللي ما خبرتكم تسحبون علي، لكن الدنيا تبي والاخره تبي يا ابو ملحق. والله ما تخاويني، انقلع. ابو نايف غريب تم منك ولا الربع ما يبغى يبتم منهم. يوم يوم يوم.